بخصوص التطمينات الثانية إن شاء الله عقب أخذ اللقاح ستكون هناك متابعة يعني لمدة 12 شهر، يعني لمدة سنة كاملة لهذا المتطوع. سوف يكون هناك متابعة يومية لأول أسبوعين من أخذ هذا التطعيم هاتفيا. سوف يكون هناك تقديم احنا نسميها مذكرة دايري للمتطوع يمليها يوميا للتأكد من إذا عنده أي عرض يذكرها لنا. هناك خط ساخن ممكن المتطوع يكلمنا فيه، هناك كذلك إيميل خاص إذا عنده استفسار ثاني. من بعد طبعا هاي ياخذ اول جرعه، من بعد الجرعه الثانيه اللي هو عقب 3 أسابيع نعيد نفس العمليه، عمليه المتابعه، هناك عمليه فحوصات. فاتوقع سنه بتكون كفايه لو واحد يطمن انه لو اي قدر الله صاد اي مضاعفات بيكون هناك يعني اطباء مختصين للتاكد من سلامه هذا اللقاح. وطبعا هاي كلها يضمن من تحت الاجراءات اللي احنا اتخذناها صراحه. وانا احب بس يعني ما اطول، بس احب اكد ان اللقاح اللي استخدمناه فعلا تم الدراسه فتره طويله، وهو من اللقاحات المتعارف عليها، ليست بالجديده، يعني احنا نسميها الانكتيفيتد او المعطله، لقاحات جربناها في التهاب الكبد، في لقاح التهاب الكبد ولقاح الانفلونزا، فنوع من اللقاحات اللي احنا متعودين عليه، يعني مو بشيء الغير متعارف. الشيء الثاني اللي يعني تم دراسه من جميع المختصين، واهم شيء انه تم الموافقه بعد دراسه مستفيضه جدا، احنا نقول بالمسطره، من قبل هيئه الوطنيه لتنظيم المهن والخدمات الصحيه. فاتوقع هذه بحد ذاته ان شاء الله يكون يعني نوع من التطمينات للمتطوعين. الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى، احنا بدينا طبعا الاعلان الرسمي كان من امس، ولكن بدأنا احنا التجارب السريرية من يوم الأحد كنوع مرحلة أولية قبل الإعلان الرسمي. يعني أنا أتوقع أي شخص بيمر ويشوف مكان التطعيم يعني سوف يعني يطمئن، وسوف يعني يتشجع إن شاء الله يعني لكل التطمينات وسلامة هذا اللقاح. وأتوقع بسبب ثقة المجتمع سواء كان مواطن أو مقيم بالفريق الوطني، الحمد لله تم تطعيم إلى الآن 70 متطوع لهذه الساعة.